بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الخامس الابتدائي إن شاء الله النهاردة معنا إكزام نمبر 1 أو النموذج الأول من كراسة جيم للاختبارات، ولكن دايما كلنا مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لكوشن نمبر 1 listen and circle، يعني بنستمع وبنضع دائرة، الكلمة اللي بنسمعها بنضع عليها دائرة. هنا روستر روستر، يبقى هنعمل سيركل على كلمة روستر، يعني طبعا الديكور روم روستر، فطبعا هنعمل عليه سيركل روستر. نمبر 2 وود وود، يعني خشب، يبقى هنعمل سيركل على كلمة وود. نمبر 3 بوي بوي، يبقى ولد، هنعمل سيركل على كلمة بوي. بوي يعني ولد. في نمبر 2 أو question number 2 listen and complete، يعني بنستمع وبنكمل، يعني بنكتب النقص. عندنا نمبر 1 where is the monkey، it's on the car، it's on the car، يبقى هنكتب كلمة car، car c a r، car c a r. نمبر 2 is it scary، don't worry، don't، is it scary، scary S C A R Y. Don't worry, it won't hurt you. Hurt H U R T. It won't hurt you. Is that a cute؟ يعني هل هو جذاب؟ طبعا yes it is cute. C U T E. بعد كده عندنا question number 3 أو السؤال الثالث circle the odd word and replace it with the correct one، يعني بنضع دايرة حوالين الكلمة المختلفة وبنستبدلها بكلمة بتتناسب مع المجموعة. teacher يعني معلم، clerk موظف، sister أخت، vet يعني طبيب بيطري. طبعا كل دي وظائف ما عدا كلمة sister اللي هي أخت. نعمل سيركل على كلمة سيستر ونستبدلها بوظيفة. طبعا كلنا حافظين مين نيرس اللي هي الممرضة، نيرس ان يو ار اس اي، او تيتشر. ايل يعني ثعبان البحر، فاست سريع، ويل الحوت، دولفين الدولفين. طبعا كل دي انيمال او سي انيمالز حيوانات بحرية ما عدا فاست، ذيس از ان ادجكتيف صفة. هنعمل سيركل على فاست ونستبدلها بحيوان بحري ونكتب مثلا كراب، كراب اللي هي سمكة الكابوريا. اكواريوم اللي هو حوض او معرض الاحياء البحريه، سي شورس شاطئ البحر، بلانيتاريوم اللي هي القبه السماويه، جون يعني فستان. كل ده طبعا بليسز اماكن، معنى جون فستان اسم او شيء، فطبعا هنعمل سيركل على جون ونستبدلها بمكان، وكلنا حافظين كلمه سهله جدا وهي كلمه زو، يعني حديقه الحيوان. delicious يعني لذيذ، careful يعني حريص، sit يجلس، cute جذاب. طبعا دي كلها adjectives ما عدا sit يعني يجلس كفاعل، this is a verb. اما دول adjectives، هنعمل circle على sit اللي هي الverb الفعل ونستبدلها ب adjective، ولنكتب مثلا يعني good g double o d، طبعا سهلة جدا وكلنا حافظين good. Mercury اللي هو المعطارد، Earth الأرض، School مدرسة، Venus يعني كوكب الزهرة، كل دي planets يعني كواكب ما عدا School اللي هي المدرسة، يبقى هنعمل circle على كلمة School ونستبدلها بكوكب، وطبعا كلنا حافظين Mars. Mars اللي هو المريخ، طبعا سهل في السبيلينج ونكتبه بسهولة، Mars يعني كوكب المريخ، وناخد بالنا ان هو حرف A capital. بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D، هنختار الإجابة الصح. We need a string and a space to make a kite، عشان نعمل طيارة ورق محتاجين خيط string و A و paper، paper يعني ورق، يبقى هنعمل خط تحتي ورق paper. The space draws pictures، من اللي بيرسم الصور؟ طبعا من هنا الارتست، الارتست اللي هو الفنان. عندنا vet يعني طبيب بيطري، عندنا انجينير مهندس، نيرس ممرضة، لكن اللي بيرسم الارتست. We want to see the moon، we هنا ضمير الفاعل بتاعنا، let a let us، لان we بيقابلها المفعول us، let us يعني دعنا ننظر، let us look.
What space you like to do? You بيجي معها do، لكن عندنا does بتيجي مع مين؟ مع he وshe وit. Does he she it. أما do I they or I we you they. بعد كده read the passage and answer the questions. هنقرأ ال passage ونأجب على الأسئلة. Number one. My name is Sarah. أنا اسمي سارة. Last week I went to the seashore. الأسبوع الماضي أنا ذهبت لشاطئ البحر. I went with my family. ذهبت مع العائلة. My father enjoyed snorkeling. والدي استمتع بالغوص. My brother أحمد caught a big fish. أخويا أحمد اصطاد سمكة كبيرة. I played with my kite. أنا لعبت بطيارتي. My father took a lot of pictures. والدي التقط صور كثيرة. I helped my mother make sandwiches. أنا ساعدت مامتي وعملنا السندوتشات. It was a nice day. كان يوم لطيف. We were happy. كنا مبسوطين. هنا بقول لنا fill in the blank boxes with true or false، يعني هنكمل بtrue or false. Sarah went to the seashore with her family. Sarah راحت الشاطئ with her family. هنا I went to the seashore. I went with my family. يبقى عندنا ايه؟ يبقى عندنا true. راحت الشاطئ وراحت مع العائلة، يبقى number one true. Sarah's father enjoyed fishing. والد سارة استمتع بالصيد. تعال نجيب my father enjoyed snorkeling. لكن مين اللي fishing هنا؟ طبعا brother. يبقى هنعمل هنا ايه؟ false. لازم نرجع للجملة مرة أخرى ونشوفها صح عشان نتأكد من إجابتنا. Sarah caught a big fish. تعال نشوف كده a big fish. أحمد my brother أحمد caught a big fish. I played with my kite. I did اللي هي مين؟ اللي سارة بتتكلم. يبقى مين اللي اصطاد السمكة؟ أحمد وليست سارة. يبقى هنا برضو هتبقى false. بعد كده عندنا question. الquestions اللي احنا بنجيبها من قطعة. What did Sarah's father do? What did Sarah's father do? نجيب father من الباسج ونشوف الفادر عمل ايه. My father took a lot of pictures. يبقى الأب my father took a lot of. يبقى what did the father do? Took a lot of pictures. بس عندنا هنعمل تغيير بسيط في الجملة. بدل my هتبقى her father. My هيبقى her. ليه؟ لأن سارة بتتكلم عن والدها في الباسج بتقول my father. ولكن احنا هنعمله ضمير غائب بيعود على الأب، هيبقى her father. يبقى هنشيل my ونحط مكانها her. أصبحت الجملة her father. Her father took pictures. ونكتب عليها question أو number A. Number 4. بعد كده عندنا number 5، يعني السؤال الخامس. What did Sarah play with? What did Sarah play with? سارة كانت بتلعب بإيه؟ تعال نشوف سارة. نجيب جملة سارة. I ده اللي هي سارة. I played with my kite. احنا عندنا اللي بتتكلم سارة، يبقى سارة played with kite. ونكتب عليها number A number 5. بس مين شاطر يقول التغيير اللي احنا هنقوم بيه في القط في الإجابة؟ I دي اللي هي مين؟ سارة بتتكلم بتقول أنا. طب احنا هنخليها مين هنا؟ she played. يبقى هنخلي I she played with my هتبقى her with her kite. ناخد بالنا من تغييرات الضمير. ضمير الفاعل اي هيبقى شي لان سارة اللي بتتكلم، وطبعا ماي هي بتتكلم تقول لها طيرت تبقى طيرتها، يبقى تبقى نمبر A نمبر 5 اجابته she played with her kite. هنشطب حاجتين، من يقول لها هنشطب مين ومين؟ هنشطب اي وهنشطب كمان معانا ماي. يبقى هنا عشان نجيب السؤال هنشيل ماي اي وهنشيل ماي ونحط مكانها هير، زي ما هنا عملنا ماي شلناه وحطينا مكانها هير فازر. يبقى هنا دي مش واضحة، نخليها واضحة شوية. يبقى احنا عندنا جملة مرة تانية. she played with her kite. she played with her kite. ونكتب عليها number 5 وننقلها في الإجابة عندنا. بعد كده بقول لنا rearrange the following words، يعني هنرتب الكلمات to make correct sentences عشان نكون جمل. Which one is the biggest؟ Again which one is the biggest؟ طبعا دي عندنا في المحادثة أو محادثة في unit 7. Which one is the biggest؟ number 2. A vet
ها عايزين الفعل افيت ايه لايكس لايكس بيجي ورا الفيرب في اي ان جي لايكس هيلبينج انيمالز مره ثانيه افيت لايكس افيت لايكس هيلبينج انيمالز نمبر 3 وات ها وراها از الفعل المساعد از وات از يور فيفرت سبجكت اجين وات is your favorite what's your favorite subject what's your favorite subject بعد كده they like to go sailing again they بنبدا بالكلمه اللي تحتها خط اللي هي عندنا they like to go sailing يعني بيحبوا يذهبوا في الإبحار they like to go sailing بعد كده look and write 5 sentences هننظر ونكتب 5 جمل طبعا ممكن نعمله بطريقتين لإما نذكره قال إنه باراجراف أماكن I went to the aquarium I went there with my family I saw ونكتب الجمل وممكن نكتبه على الأنيمالز الحيوانات أو السي أنيمالز ممكن نقول it's أو ممكن أقول it's نبدأ على طول ب it's a whale يعني ده حوت عايزين جمل بسيطة جدا وسهلة it's big يعني هو ضخم it's big it's a crab يعني ده سمكة الكابوريا it's a crab it's small يعني هي صغيرة وبعدين كمان أو عايز 5 جمل it's an It's an eel. It's fast. طبعا جمل كلها سهلة جدا وبسيطة وممكن اكتبها بكل سهولة. Again. It's a whale. طبعا ده في الصورة whale. It's big. It's a crab. سمكة الكابوريا. It's a crab. It's small. يعني صغيرة. It's an eel. يعني هنا ثعبان البحر. It's fast. يعني هو سريع. ممكن نكتب أكتر من جملة ولكن هو عايز مننا 5 دول 6 جمل وسهلين جدا وبسيطين ممكن أكتب it's a dolphin وممكن أقول it's for example an octopus ولكن دي it's a whale it's big يعني ده الحوت ده ضخم أو كبير it's a crab دي الكابوريا it's small صغيرة it's an eel ده ثعبان البحر it's fast يعني هو سريع بعد كده عندنا السؤال الأخير punctuate the following يعني علامات التركيب we study English on Tuesday Thursday عارفين ان كل جملة فيها ثلاث أشياء لابد ان أبحث عنهم number one عندنا بداية الجملة capital we study English طبعا English دي مادة دراسية وهي لغة وطبعا ككونها لغة هنعمل الحرف الأول منها capital We study English on Thursday. Type number two. Where is Karim's school? Where is Karim's school? طبعا هنا في number one احنا عندنا ال W capital الحاجة اللي احنا نعملها بنحط تحتها خط صغير هنا ال W وهنا ال E capital وهنا ال full stop. في نمبر 2 عندنا W برضو كابيتال وعندنا K في كريم كابيتال هنا عندنا K سمول ناخد بالنا كده K كابيتال لابد بتكون يعني مساوية لنهاية الحرف وعندنا question mark اللي علامة الاستفهام ومن هنا وصلنا لنهاية تيست نمبر 1 وانتظروا ان شاء الله تيست نمبر 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته